يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنواع القدرية وأنهم نوعان، فأرجو منكم حفظكم الله أن تعيدوها لي. قدرية نوعان، قدرية الغلاة وهم المجبرة الذين يقولون العباد ليس لهم أفعال أصلا، هم مجبرون عليها وليست باختيارهم، هؤلاء يغلون في الإثبات، يغلون في إثبات القدر وينفون فعل العبد. المعتزلة على العكس، يغلون في إرادة الإنسان واختياره حتى يخرجوه عن إرادة الله عز وجل، فهما على طرفي نقيض. نعم.